هنعمل النهاردة السجق، هنعمله بدون هنك وبدون ممبار، بطعم احلى من اللي بنشتريه من بره، وكمان هنشوف ازاي نسويه بدون ما يتفتت مننا، وكمان بطعم جميل جدا. انا واثقه لو جربتوه بالطريقه دي هيعجبكم قوي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الوصفات الجديده. مكونات السجق بسيطه جدا، معانا بصله كبيره وحبتين من الفلفل، ممكن الفلفل ده وممكن الفلفل البارد، الفلفل ده بيكون حراق بس مش حراق قوي، والمقادير دي لنص كيلو لحمه. هنقطع البصل والفلفل ونحطهم في الكبه عشان نفرمهم، وهنضيف ليهم حوالي 6 فصوص ثوم. الثوم شكله كده لانه عندي في الفريزر، حطيت حوالي معلقتين صغيرين من الثوم المفروم، وهاخد المكونات دي وافرمها كويس بالكبه. وده شكلها بعد ما فرمتها، هي مش ناعمه قوي بس هتنعم دلوقتي مع اللحم والدهن. هنضيف قطعة من الدهن حوالي 100 جرام، وكمان هنضيف نص كيلو من اللحمة المفرومة. دلوقتي هنضيف التوابل، معانا معلقة ونص صغيرين من الملح، والملح حسب الرغبة، ممكن تقللوه وممكن تكتروه. ومعانا معلقتين صغيرين مليانين من البابريكا، وكمان 3 معالق صغيرين من خلطة السجق او من توابل السجق. وتوابل السجق دي بنجيبها جاهزة من عند العطار، ولو ما لقيتهاش انا عاملة الخلطة في فيديو قبل كده هقولكوا في الوصف. وحوالي 1/3 معلقة صغيرة من الكربوناتو او البيكنج صودا، ولو ما عندكوش كربوناتو حطوا بيكنج بودر. وهنخلط المكونات دي كويس جدا مع بعض بالكبة، لازم يكونوا ناعمين جدا. دلوقتي هنشكل السجق، هنجيب كيس نحطه على صينية او على الرخامة، وهنجيب الاطباق اللي هنرص فيها السجق بعد ما نعمله، وهنحط فيها برضو كيس تلاجة مفتوح، وهندهن كل الاكياس دي بدهنة زيت خفيفة جدا. لازم يدهنوا بدهنة الزيت دي عشان السجق ما يلزقش في الاكياس دي. وكمان هندهن الكيس اللي حطيناه على الصينية اللي هنشكل فيه السجق بدهنة زيت خفيفة هو كمان. وكمان هندهن ايدينا بدهنة زيت خفيفة سواء لابسين جوانتي او لا، يعني لازم كل حاجة تدهن بالزيت. بعد كده هنجيب قطعة من اللحمة او قطعة من السجق اللي فرمناه، القطعة مش كبيرة قوي، حجمها قد الليمونة الكبيرة بالشكل ده، وهنحطها في الكيس وهنطبق عليها الكيس. بعد كده هنشكلها بايدينا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الطريقة سهلة جدا، بالراحة خالص هنضغط بايدينا كده على قطعة اللحمة، هنلاقيها بتتفرد في الكيس بمنتهى السهولة. الطريقة سهلة جدا وكمان سريعة جدا، النص كيلو ما ياخدش في ايديكو حوالي 5 دقايق فقط. كده خلصنا. بعد كده نلف قطعة السجق لفة صغيرة كده زي الهلال عشان تكون زي السجق اللي بنشتريه من بره بالظبط. بعد كده ناخدها ونرصها في الطبق اللي حطينا فيه كيس ثلاجة مفتوح. هعمل معاكم قطعة كمان. هنجيب حتة اللحمة اكبر من ليمونة بشوية زي ما انتوا شايفين كده، وهنحطها في الكيس وهنطبق الكيس، وهنبدأ نضغط لجوه بايدينا زي كده ونفردها في الكيس كده بالراحة خالص، هنلاقيها بتتفرد بمنتهى السهولة زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو نلفها لفة بسيطة جدا زي الهلال بالشكل ده ونرصها في الطبق، وهكذا لحد ما الكمية تخلص. وده السجق العادي. دلوقتي هنعمل السجق الاسكندراني او السجق التخين. هنجيب كيس استرتش بالشكل ده وهنحطه على الرخامة، هناخد منه قطعة بالحجم والطول اللي احنا عايزين السجق بيه، ونجيب 3 معالق كبار او حسب الرغبة من عجينة السجق او من اللحمة بتاعة السجق،
ونحطها على كيس الاسترتش بالشكل اللي انتو شايفينه ده. بعد كده هنفردها كويس بايدينا على قد ما نقدر، نعملها على شكل اسطوانة ونطبق عليها الاسترتش من الطرف بتاعه زي كده، وبرضو نضغط عليها بايدينا عشان شكلها يكون متناسق زي ما انتو شايفينه كده، ونلفها مرة كمان واحنا بنضغط بايدينا زي كده بالظبط، ونحاول ندحرجها كده على الرخامة عشان تاخد الشكل الاسطواني زي كده. ونيجي من عند الاطراف ونحاول نجيب اللحمة لجوه او نضغط عليها لجوه بالشكل ده عشان تتكبس وما يكونش فيها اي فراغات، وكمان واحنا بنقطعه ما يتهريش مننا زي كده. بعد كده نعمله كده ونربطه من الاطراف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الطريقة سهلة جدا ومش متعبة خالص. بعد كده نحطه في طبق ونحاول نظبطه من الطرف ده كده عشان يكون اسطواني الشكل. بعد كده ندخله الفريزر ونسيبه يجمد خالص. لازم السجق يجمد كويس في الفريزر عشان واحنا بنحمره ما يتهريش مننا. ممكن تسيبوه لتاني يوم وممكن 6 ساعات او 5 ساعات فقط. وده شكله بعد ما خرج من الفريزر، جامد جدا زي ما انتوا شايفينه كده. هوريكم وانا بقطعه وازاي ما تهراش خالص مني، وكمان هوريكم وانا بسويه. هنقطعه بالسكينة شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، متماسك جدا زي ما انتوا شايفين كده. شايفين متماسك جدا ازاي؟ ما بيتهريش خالص. بعد كده هشيل الكيس من عليه خالص وهسويه بطريقة جميلة جدا. هنجيب طاسة ونحطها على النار ونحط فيها شوية زيت، وأول ما الزيت يسخن، لازم الزيت يسخن الأول، هننزل فيه السجق بالشكل ده. هنملى الطاسة. الطاسة عندي طلعت صغيرة ما خدتش دوائر السجق كلها. هشوح دول وهقلبهم وهفضي مكان للسجق التاني زي ما انتوا شايفين كده. يعني اللي هتتحمر من الجهتين هركنها على جنب واحط في المكان اللي يفضى دايرة سجق تانية. لازم السجق يتحمص من الجهتين عشان ما يتهريش مني. دلوقتي الشواية دول اتحمصوا من الجهتين او اتحمروا او خدوا صدمة من الجهتين، تماسكوا جدا. هركنهم على جنب زي ما انتوا شايفين كده وهرص باقي دواير السجق هنا واديهم صدمة من الجهتين هما كمان. كده خلاص كل دواير السجق اخدت الصدمة من الجهتين وتماسكت زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي هضيف عليها الاضافات اللي بضيفها على السجق العادي. معانا بصلة متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة او كبيرة حسب الرغبة، وكمان معانا فلفل الوان، والفلفل حسب الرغبة، ممكن يكون فلفل اخضر بس، فلفل حامي، فلفل بارد، زي ما انتوا عايزين. وكمان فصين من التوم مفرومين، وهقلبهم مع السجق كويس جدا. ما تخافوش السجق مش هيتهري خالص. وهضيف دلوقتي الملح، هضيف ملح شوية صغيرة عشان السجق مالح يعني فيه ملح. هضيف نص معلقة صغيرة من الملح ورشة فلفل اسود صغيرة، وهقلب السجق مع الخضار ده وهسيب الخضار يستوي او البصل يدبل. اول ما البصل يدبل هشيله من على النار. هو كده كده السجق استوى خلاص وبالهنا والشفا. شايفين شكله حلو جدا ازاي؟ السجق متماسك جدا وكمان طعمه جميل جدا. دلوقتي هنعمل السجق العادي. هنجيب برضو طاسة وهنحطها على النار وهنحط فيها شوية زيت، وهنسيب الزيت يسخن، بعد كده ننزل السجق فيها
وبرضو هدي للسجق صدمة من الجهتين عشان يتماسك وما يتهريش مني. هي الطريقة زي التاني بالظبط، بس طبعا الفرق الشكل. هقلب السجق واحدة واحدة عشان ياخد لون من الجهتين او صدمة من الجهتين ويتماسك كويس جدا ويكبد معايا. كده خلاص السجق تماسك واخد صدمة من الجهتين زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي هضيف عليه البصل، انا مقطع البصل المرة دي شرايح طويلة، وكمان هضيف عليه الفلفل سواء بارد او حراق زي ما انتوا شايفين كده، وهضيف عليه فصين ثوم مفرومين، وكمان هضيف شوية ملح صغيرة اقل من نص معلقة، وكمان رشة فلفل اسود، وهقلبهم برضو مع السجق. يا دوب البصل والخضار التاني يدبل كده خلاص هشيله من على النار وبالهنا والشفا، لان احنا سوينا السجق الاول. لو حابين تقطعوا السجق لقطع قطعوه بالمعلقة، هو متماسك جدا مش هيتهري، مجرد بتنزلوا عليه بسن المعلقة هيتقطع معاكم بمنتهى السهولة ومش هيتفتت خالص. وبكده اكون عملت لكم السجق بدون هنك وبدون منبار بطريقة سهلة وسريعة جدا جدا، وكمان سويته لكم ووريتكم ازاي تسووه بالطريقة المظبوطة عشان ما يتهريش منكم ابدا. اتمنى تجربوا السجق بطريقتي وتقولولي في التعليقات رأيكم في الوصفة بمنتهى الصراحة، وان شاء الله تعجبكم وتعملوها دايما. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم الوصفات الجديدة. وبالهنا والشفا مقدما، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.